جمعة مباركة، رمضان كريم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الظهيرة على إخبارية التلفزيون الجزائري. ظهيرة اليوم نتحدث في بدايتها عن السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي بولاية شلف. سنحاول التكلم عن الاستثمار السياحي بالمنطقة وأيضا التحضيرات للموسم والمقاصد السياحية بها. إطلالتنا التنموية كالعادة متنوعة وبعضها يخص الشهر الفضيل، ولنا إطلالة أيضا في فضاءات سياحية. المحطتين الرياضية والاقتصادية حاضرتين، ابقوا معنا. ملفنا الأول إذن مشاهدينا الكرام في الظهيرة نتحدث فيه عن واقع السياحة في ولاية شلف وعن حجم الاستثمارات فيها. سنحاول الوقوف عند مجمل انشغالات الفاعلين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية بالولاية. أسعد معكم مشاهدينا الكرام باستضافة السيد رشيد بن دودة، مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بولاية شلف. أهلا بك سيدي، شكرا على تلبية دعوة الظهيرة. شكرا جزيلا، تحية رمضانية، وولاية شلف تبلغكم السلام، شكرا على الاستضافة. أهلا دائما. إذا قبل الحديث عن السياحة وصناعة التقليدية بولاية شلف، حبذا لو تضعنا في صورة مجمل المقاصد الهياكل السياحية الموجودة في ولاية شلف. ولاية شلف هي ولاية مليونية تتربع على مساحة 4791 كيلومتر بشريط ساحلي 129 كيلومتر كشريط ساحلي، وكثاني أطول شريط ساحلي بالجزائر. تتوفر على بنية تحتية متقدمة جدا من مطار دولي وموانئ ومناطق صناعية وحتى طرق وطنية، إضافة إلى أنها ولاية فلاحية بامتياز، فهي تتوفر على مؤهلات سياحية جد جد كبيرة، وبالتالي تتوفر على حظيرة فندقية على 17 فندق سياحي بطاقة استيعاب 1659 سرير، إضافة إلى 46 وكالة سياحة وأسفار و23 سياحة وكالة سياحة وأسفار متحصلة على موافقة مبدئية. ولاية شلف اللي فيها نجد فيها أكثر من 9700 حرفي ليوفروا أكثر من 24000 منصب شغل. حقيقة ولاية شلف كولاية مليونية تتوفر على مؤهلات سياحية وفندقية جد مهمة من أجل تطوير قطاع فيها. جميل جدا. سيد رشيد، في بداية حديثنا معك ومع كل هذه المقومات، الحديث الآن يتوجه عن الاستثمار في مجال السياحة في ولاية شلف. السياسة والاستراتيجية الوطنية معروف عنها أنها توجه أو تدعم هذا التوجه نحو الاستثمار في مجال السياحة والصناعة التقليدية عموما في كامل البلاد. ماذا عن الاستثمار السياحي في ولاية شلف؟ ولاية شلف تتوفر على 10 مناطق توسع سياحي، وقلما ما نجد ولاية تتوفر على هذا العدد المهم من المناطق التوسع السياحي بمساحة أكثر من 1631 هكتار بقيمة 109 حصة، أي قطعة أرضية، واللي غادي توفر لنا أكثر من 25700 سرير مرتقب، وتشغل أكثر من 15700 منصب شغل. وبالتالي نجد 19 مشروع سياحي مسجل على مستوى ولاية شلف بقيمة تقدم الأشغال أكثر من 50%، واللي غادي
توفرنا مؤخرا على أكثر من 1540 شغل، إضافة إلى 3619 سرير. كل هذه المؤهلات دفعت بأن تكون ولاية شلف من الوجهات التي يفضلها المستثمرين السياحيين، وذلك نظرا لمؤهلاتها السياحية والتاريخية وحتى الطبيعية. في هذا الصدد هناك مجهودات الدولة اللي وفرتها من أجل توفير المناخ المناسب لهذا الاستثمار، وعلى رأسها البوابة الخدمة العمومية لقطاع السياحة التي والذي هي متاحة باللغتين بالعربية والفرنسية، وتقدم عدة خدمات في عدة نشاطات، أهمها رخصة الاعتماد الخاصة بوكالة السياحة والأسفار، رخصة الاستغلال والتصنيف للمؤسسات الفندقية، إضافة إلى المصادقة على المخططات السياحية الاستثمارية، وهذا هو الجديد في هذه البوابة، إضافة إلى وضع فيها الطلبات الخاصة بالامتياز والاستغلال للمشاريع ذات الطابع الحموي لستاسيون تيرمال، وحتى الدليل السياحي وتصنيف حتى المطاعم السياحية المصنفة. هذا كان تحدي آخر من أجل رقمنة القطاع، وذلك استثمار، لأن في القديم كانت هناك بعض لالونتور، البطء في معالجة هذه الملفات. كان ينبغي على المستثمر أنه يكون ملف تاعه ويشوفه مع المديرية العليا الوزارة، والأمر يأخذ سنوات. أكيد أكثر من سنة، سنتين، سنوات لم نقل سنوات. مؤخرا نقول لك باللي الاعتماد على وكالة السياحة والأسفار ما رش يتأخذ أكثر من شهر. الشخص المعني هو اللي يحط الملف تاعه على مستوى هذه البلاتفورم ويباشرها، يتبعها من البيت تاعه، من الهاتف تاعه، الدوسي تاعه عن طريق الابليكاسيون. هذه البوابه اللي خلقت واحد الشفافيه ما بين الاداره والمستثمرين المتعاملين الاقتصاديين. جميل. لانه هنا بطريقه مباشره يعلم ان الملف تاعه وراء حابس، باسكو اي ملف عنده مراحل، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، حتى اربع مراحل. وبالتالي يعرف الامر اللي راه يعيق التطور للملف تاعه. اكيد. وهذه البلاتفورم اللي نذكرها هي البورتاي .mtatf.gov.dz. ينجم اي متعامل اقتصادي، ومؤخرا لاحظنا باللي حتى المتعاملين بداوا يوالفوا هذا لو بورتاي. كل هذا يدفع باش نربحوا الوقت في معالجة الملف الخاص بالمستثمرين. المستثمر هو عبارة عن مؤسسة، وقت عنده مال، يحط مبلغ قيمة مالية من أجل الدراسة على المشروع، من المخططات، وحتى من دراسة اقتصادية، حتى أن الخلية الإصغاء المنشأة مؤخرا على مستوى الوزارة والولاية وحتى على مستوى المديرية السياحة، هذه الخلية الإصغاء أصبحنا نباشر متابعة الملفات بصفة مباشرة. وشخصيا الخلية التي أنشئت في ظرف شهرين عالجنا أكثر من 3 ملفات، الناس الدولة لزوتوريزاسون تاع الاستغلال تاعهم، وحتى التصنيفات في ظرف قياسي جدا. جميل. وأيضا أكيد أنكم تستقبلون أيضا بعض الانشغالات الأخرى بالنسبة للمستثمرين أو الفاعلين في قطاع السياحة عموما بولاية شلف. أكيد. زيارة مؤخرة لسيد الوزير السياحة والصناعة التقليدية لولاية شلف، من عدة نقاط، 7 نقاط اللي درجناها في الزيارة، كان نقطة جد مهمة، وهو الإصغاء لانشغالات المتعاملين الاقتصادي على المستوى المحلي. هذه النقطة أردناها بأن يكون اتصال مباشر ما بين المتعاملين الاقتصاديين المحليين والسيد الوزير. وهنا أطرحوا عدة انشغالات، لأهمها مثلا تواجد هذه المناطق التوسع السياحي في
في مساحات فلاحيه، وهنا القانون ما يسمحش باش يتم التقدم في الاستثمار على مستوى هذه الاراضي الفلاحيه، ولي على حساب الاراضي الفلاحيه حتى على حساب ايضا المناطق الرطبه والبيئيه أكيد. حتى الغابيه وحتى المناطق اللي سوزو لي ناب والاماكن يوجدوا فيهم المنابع المائيه ولكن طمأن السيد الوزير المتعامل الاقتصاديين انه هو المشكل في طريق الحل. وبالتالي كانت هناك عدة انشغالات أخرى، اللي هو مثلا لبيرمي كونستروير رخص البناء المعتمدة على مستوى الولاية أو البلديات، ولكن عن طريق هذه الخليات الإصغاء المنشأة أصبحنا نرافق، وهذا هو الجديد. في القديم كانت مرافقة الملف خاصة بقطاع السياحة فقط، ولكن مدير السياحة على المستوى المحلي أصبح يرافق الملف حتى على مستوى الهيئات الإدارية الأخرى، مثلا هيئات البناء والتعمير، الكاداستر، مسح الأراضي، وحتى مديرية الصناعة، وحتى التجارة. كل هذا سمحت الخلية بأن ترافق بكتب وعن قرب هذه الملفات الاستثمارية. جميل. حديثك عن مناطق التوسع السياحي بولاية شلف ربما يقودنا إلى المسالك السياحية التي أعيد تنظيمها وترتيبها على مستوى ولاية شلف. الجديد، حتى لا أقول الجديد على المستوى الوطني، وهو إنشاء مسالك سياحية جديدة نوعا ما على المستوى الوطني. مثلا نحن في صدد تحضير لخمسة مسالك سياحية، وهو المسلك السياحي الديني، ومؤخرا لوزارة السياحة أبرمت اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الدينية. الهدف تاعنا وهو ولاية شلف معروفة بالبعد الديني وحفظ القرآن لهذه الولاية. لأول مرة أدرجنا هذا المسلك السياحي الديني اللي ستتم في زيارة المساجد العريقة. ولاية شلف بها مسجد سيدي معيزة كثاني أقدم مسجد في الجزائر، والذي أنشئ ما بين القرن الثالث والرابع الهجري، وأيضا حتى الزوايا 14 المتوفرة على مستوى الولاية، حتى هذوك الوعدات أعطيناهم ذاك الطابع ليفيرمونسيال. هو دخل في موروثنا المادي واللامادي أيضا. نعم. وأكيد أنه كوجهات سياحية وتثمينه أمر أكثر من مهم. أكيد. ولكن من أجل تشجيع السياحة الداخلية ينبغي علينا برز هذه المسالك السياحية بصفة رسمية. جميل. وهذا ما نقوم به على مستوى الولاية، وراحت معنا حتى وزارة السياحة اللي سجلت لنا رسميا هذه المسالك دولوكات على التحكيم المالي. وبالتالي أصبحنا هذه المسالك السياحية سيتم تهيئتها، مثلا انشاء اكشاك خاصه بالحرفيين لي بوينت فونت، تهيئه الاماكن للمارة، وكمسلك سياحي شاطئي ومسلك سياحي غابي الاخضر الذي تتوفر فيه الغابات والمناطق الرطبه والشلالات وحتى السدود المعروفه على مستوى ولايه شلف، وايضا المسلك السياحي الاستكشافي. وهنا نقوم بتطوير المسلك السياحي لبرانشار وديانا الذي زاروا ولاية شلف بني حواء بالذات في خريف 1981، وذلك في إطار شهر العسل تاعهم، لتوجهوا من بريطانيا إلى جزر الكاريب، فمروا على بني حواء وأقاموا بها مدة من الوقت، وحتى أنهم مارسوا رياضتهم المفضلة باميتون، وبالتالي دخلنا في اتصال مباشر حتى مع سفارة بريطانيا من أجل الترويج لهذه الوجهة السياحية، وحتى أننا استدعينا سيد السفير من أجل يزور هذا المكان في بني حواء. نفس الشيء لمسلك السياحي لماما بينات مع السفارة الهولندية، ولأول مرة في الجزائر سيدرج مسلك السياحي أكوا، لو أكوا سيركوي. هذا المسلك السياحي الغوصي، أي سنكتشف ولاية شلف عن طريق غوص البحر، وذلك بالتنسيق مع دي مونيتور تاع الكريبس على مستوى الولاية،
وقليل اللي يعرف باللي ولايه شلف تتوفر على المرجان الابيض اللي هو اللي تريغار في العالم. هذه الوجهات السياحيه الاكتشافيه وحتى المغامراتيه توجهنا بان ولايه شلف هي ولايه غير عاديه سياحيا، حتى من حيث الشخصيات التي برزت في هذه الولايه، البرنس شارل، الامير فيليب اللي توفى مؤخرا ببريطانيا، اللي زار ولايه شلف سنه 1980. قليل يعرف اللي صاحب شخصية لديكسيونال روبير هو من مواليد شلف 1910. ولاية شلف الذي زارها ستالين في منارة نس التي تعد من أقدم المنارات في إفريقيا سنة 1946، هي ومنارة أرزيو بوهران. زارها هارون تازياف العالم تاع الزلازل الأرضية، واللي أقى فيها أكثر من 6 أشهر قام بها أبحاث. كل هذه تدفعنا بأن عن طريق هذه الشخصيات المعروفة عالميا وتاريخيا نجعلها كوجهة سياحية بامتياز وكمسالك سياحية رسمية مباشرة على مستوى الولاية. جميل جدا، وجميل جدا كل التفصيل اللي قمت به، وأصلا البعد التاريخي والثقافي والنظر إلى إحياء كمقاصد سياحية. أحييك سيدي. قبل ربما مغادرة الجانب السياحي، أكيد أن كلامك أيضا عن الصناعة التقليدية، الصناعة التقليدية عملها والاستثمار فيها أيضا هو مقرون بإنعاش السياحة. الحرفيين على مستوى ولاية شلف هل لهم ربما وجهات خاصة أولا، وهل هناك من خصوصيات للعمل في الصناعات التقليدية وأيضا العمل العائلي لبعض العائلات في إطار الصناعات التقليدية سيدي؟ هنا تجد الإشارة أننا يجب التفرقة ما بين الصناعة التقليدية والعمل العائلي. الصناعة التقليدية هي معروفة، الحرفيين الذين يتوفرون على البطاقة الحرفي لنوجد أكثر من 9876 حرفي على مستوى الولاية. الجديد أننا أدرجنا هذه الصناعة التقليدية ليس فقط في الأماكن، المؤسسات الفندقية نجد أماكن، لا، الصناعة التقليدية هو نتاج اجتماعي أنتروبولوجي لأي ولاية، وبالتالي ولاية شلف معروفة بعدة منتوجات تقليدية اللي هي منها مثلا صناعة الدوم وصناعة القطران وحتى الفخار الطبيعي 100% في منطقة مجاجة. كل هذه الأمور نحن في صدد خلق الجسر ما بين الصناعة التقليدية هذه المسالك السياحية. من غير معقول أننا نطور هذه المسالك السياحية بدون أن نقوم بتنظيم قطاع صناعة تقليدية بولاية شلف. نحن في هذا الصدد في صدد إنشاء نادي خاص بالحرفيين على مستوى الولاية. بغينا نجمع هذه الحرفيين في مجموعة مصالح مشتركة دي جيك دي جروب انتريكوما. نفس الشيء الأسبوع المقبل إن شاء الله سيتم إنشاء أول نادي خاص بوكالة السياحة والأسفار على مستوى ولاية شلف، وهذا الهدف من أجل خلق هذا الجسر ما بين الصناعة التقليدية والنشاطات السياحية والفندقية. بالنسبة للعمل العائلي، شكون هما العمل العائلي؟ العمل العائلي هم ديك العائلات اللي تمارس النشاطات تاعهم بطريقة غير رسمية، لانفورمال. النساء الماكيتات في ليصنعوا الخبز ويصنعوا الفخار في الدار ويبيعوهم على مستوى الطرقات. الهدف تاعنا اننا نقوم باحصاء هاد النساء الماكيتات في البيت، وايضا ذوي الاحتياجات الخاصه وحتى اصحاب الامراض المزمنه. كل هذا العمل نحن قمنا به في اطار ادراج اتفاقيه مع مديريه النشاط الاجتماعي على مستوى الولايه. المسالك السياحيه نولولها بالنسبه لعلاقتها بالحرفيين وهذا العمل العائلي. العمل العائلي موجود على مستوى المناطق النائيه والريفيه، حتى لا اقول مناطق دل، نسبة لنشاطاتهم الاقتصادية ولكن بطريقة غير رسمية. تأكد بأن السائح يفضل أنه يطلع للجبل
أو الغابة ويشوف هاد العائلة ويشوف حتى يأكل داك تاع الخبز تاع العرب في 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 الفرن التقليدي تاع العرب وحتى يأكل اللبن ولا يشرب اللبن تاع 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 البقرة بيو ولا هذا ما يريد اكتشافه السائح. وبالتالي حان الوقت للتنسيق ما بين العمل العائلي والصناعة التقليدية والمسالك السياحية بطريقة رسمية. جميل. جميل. وربما لا نختلف إن قلنا أيضا التركيز عن السياحة الداخلية في الظرف الراهن وغير الظرف الراهن بالنظر لربما الأعداد الكبيرة للسياح الجزائريين ربما اللي كانوا في مضى عندهم وجهات يعني سياحات غير جزائرية وما يعرفوش ربما هذه المقاصد وهذه المسالك السياحية. بحديثنا سيدي عن هذه الاستراتيجية وهذا المخطط خلينا نسميه الأمر يتعدى أيضا للكلام أقول عن تكوين المختصين في مجال السياحة لتثمين كل هذه الجهود سيدي. حقيقة هي من أهم كما أقول لك عناوين اللي تشتغل عليها وزارة السياحة والصناعة التقليدية وهو تطوير هذا التكوين في جميع فئاته. تكوين يا إما على مستوى المؤسسة الفندقية ولا التكوين الحرفيين أو حتى نحن نبرمج التكوين لهذا العمل العائلي للنساء والأشخاص الماكيتين في البيت وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والليغوتريتي المتقاعدين. نحن في هذا الصدد عندنا اتفاقية إطار لمبرمة ما بين وزارة السياحة ووزارة التكوين المهني والذي تم تفعيلها على مستوى الولايات. نتكلم على ولاية شلف عندنا ولاية إطار مبرمة مع مديرية اتفاقية إطار وحتى افيك دي ميم دي بروتوكول داكور سي كي في ادرجنا حتى تخصصات جديدة اللي ما كانتش تدرج على المستوى المراكز التكوين المهني منها مثلا لو ميتي تاع لي شاسور هذاك اللي يرفد لو باجاج على مستوى الفندق لي فرونت اوفيس الخدمات التي تقدم على مستوى الغرف لي فرونت اوفيس حتى لي ريفينيو ماناجر لان الغرفة على مستوى المؤسسة الفندقية سي تي بورس سادير لا تباع كل يوم بثمن على حسب لو طو دوكوباسيون تاع الفندق نسبه الامتلاء الفندق يختلف نسبه الثمن تاع الغرفه. كل هذه التكوينات ما كانتش موجوده على مستوى المراكز التكوين المهني قمنا بتحيينها مع مديريه التكوين المهني المحلي وحتى ولهذه التخصصات اذا ما وجدناهاش على مراكز التكوين المهني نوجدوها عن طريق الطلب صدر لا فورماسيون على كارت. وهنا ادرجنا لو كنابدي اللي تابع وزاره التكوين المهني من اجل تطوير هذه الدورات التكوينيه اضافه الى الدورات التكوينيه المقاومه بالنسبه للحرفيين على مستوى غرف الصناعه التقليديه والحرف. الحمد لله في ولايه شلف يوجد غرفه زوج غرف للصناعه التقليديه والحرف واحده بشلف واخرى بمنطقه الشطيه. كل هذه الدورات التكوينيه ادرجت فيها مهارات اخرى حتى كيفيه الكوتي ماركتينغ كيفية بيع المنتوج بالنسبة للحرفي واستغلال فضاءات الرقمنة لإي كوميرس اللي هو المعتمد على مستوى الحكومة الجزائرية سبب بيع المنتوجات عن طريق المنصات الرقمية. جميل. وإحنا في هذا الصدد في تحضير بوابة إلكترونية هذه تكون فيها لي فيزيت فيرتوييل الزيارات الافتراضيه افيك اون تكنيسيتي تاع لي 360 دوغري مع لي 3 دي يمكن لاي مثلا سائح في اي مكان في العالم يزور مثلا منطقه بني حواء مثلا مناره نس يزورها بتقنيه ال 3 دي ريال سافدير التصوير يكون حقيقي وبالتالي من اجل اعطاء الفرصه من اجل الاستثمار السياحي والصناعه التقليديه وبيع المنتوجات الصناعه التقليديه ولما لا حتى منتوجات العمل العائلي عن طريق هذه المنصات الرقميه. وكل هذا لا يمكن ان يكون الا بناء على برنامج مسطر للتكوين من اجل التحكم في هذه
التقنيات الجديدة. جميل، أذكر فقط أو أستفسر منك أنه كلامك عن التكوين الخاص بتعاون مع التكوين المهني خاص أيضا ما يسمى بأعوان الموجهين سقسيني. هي سيتي بريمير على مستوى الوطني، هي اعوان موجهين سياحيين دي زاجون اسكمي. هذو الاعوان موجهين سياحيين يتم تكوينهم بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضه، وليس مديريه التكوين المهني، مديريه الشباب والرياضه وحتى الكشافه الاسلاميه والهلال الاحمر. سي دي زاجون اسكمي شباب طالب سن من 20 سنة حتى 35، نجمو نروحو حتى 40 سنة، يميتريز على الأقل لغة أجنبية واحدة، إنجليزية أو فرنسية أو إسبانية، ولو حبذا أنهم يتوجهوا ويتمشوا يمشون في 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 المناطق الأكثر زيارة، مثلا في المدينة فلافيل، ويوجهوا الناس اللي ما يعرفوش وين جاي هذا الفندق، وين جاي هذا المطعم، ما يعرفوش وين جاي هذا المستشفى، مجهزين بإن طابلات لوحة إلكترونية فيها إن أبليكاسيون برمجة خاصة فيها كاع المعطيات الخاصة بالولاية. سيد الوزير بارك هذه الفكرة على مستوى ولاية شلف، نحن في صدد تحضير أول دفعة تتكون 100 شاب إن شاء الله، وفي نفس الوقت سيساهمون في نجاح ليفينمون على العاب بحر ابيض المتوسط بوهران سنه 2022. جميل. وبالتالي كتكون مساهمه من ولايه شلف عن طريق شبابها الراقي والجامعي من اجل وضع بصمته، من لان هذا الحدث هو حدث وطني وليس جهوي، وبالتالي حتى المسالك السياحيه المدرجه للزائرين الأجانب بالنسبة لهذا الألعاب بحر أبيض المتوسط سيتوجهون إلى مستوى بني حواء لاكتشاف جمالها وجمالها السياحي. كل التوفيق نتمناه لكم. الوقت دهمنا، كن ربما حبذا أيضا لو نتكلم على قطاع الرقمنة، أنت تكلمت عليه وفصلت في بعض جوانبه، أكيد أنه الاتكال على الرقمنة هو أكثر من ضرورة الآن لتشجيع كل هذه المؤهلات والمقومات من جهة، وتنظيم العمل في قطاع السياحة والصناعة التقليدية. اللي يعرف في بلادنا هذه المقومات ربما أكيد أنها موجودة ربما منذ الأزل، ولكن الاستثمار فيها جعلها مقاصد سياحية بامتياز يخلي ربما المرور عبر الرقمنة ورقمنة القطاع أكثر من ضروري. والله نبشرك أستاذي المحترم أنه القطاع الرقمنة راه يعرف تقدم ملحوظ، خاصة هذه البوابة العمومية الخاصة بقطاع صناعة بقطاع السياحة، ونفس الشيء عندنا بوابة أخرى خاصة بالصناعة التقليدية. هذا القطاع الرقمنة قلت لك باللي المتعاملين الاقتصاديين بداو يوالفوه، بداو يتعاملوا معاه بصفة متقدمة جدا. وما يخفالكش باللي في قطاع الرقمنة هو عنده علاقة مباشرة مع التطور التكنولوجي اللي يشهده العالم. مؤخرا في زيارة السيد الوزير لولاية شلف تم عرض إنشاء شاطئ ذكي، اون بلاج انتيليجونت على مستوى الولاية، وبالتالي سيكون تسيير هذه الحظائر تاع السيارات على مستوى الشواطئ وال مام الشمسيات لي باراسول وحتى لي بوي الباليزاج لي ليميتاسيون اللي نديرو في البحر يكون عن طريق سوار الكتروني فقط. هما شباب قاموا بتطوير هذا الاختراع واللي مسجل باسمهم، هي براءه اختراع. هما شباب منطقة سنجاز بولاية شلف 19-22 سنة، تحصلوا على ثاني أحسن اختراع في العالم في صالون اختراع بلندن مؤخرا، وسيكون اون بلاش تيب سادير شاطئ نموذجي على مستوى ولاية شلف. وبالتالي هنا يدفع القول بأننا يجب أن نواكب هذه التكنولوجيا، من غير معقول أننا نبدو نسيروا ملفات بطريقة ورقية أو
او ملفات بطريقه كلاسيكيه كما هاد لا بلاتفورم البوابه الالكترونيه اللي اقامتها الوزاره حقيقه انها خلقت واحد جسر التواصل فيه شفافيه فيه تقدم فيه حتى كومون ديراج امبريسيون الضغط على الهيئات الإدارية باش تقوم بمعالجة الملف في أقرب الأجل. والهدف تاعنا أننا المستثمر أو المتعامل يأخذ أوراقه في ظرف اللي ما يتعداش نقولوا ما بين 15 يوم حتى الشهر. سيد رشيد بن دودة مدير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي لولاية شلف، شكرا جزيلا لك على كل هذا التفصيل. الظهيرة متواصلة معكم مشاهدينا الكرام إلى استوديو الأخبار وموجز لأهم الأحداث الوطنية والدولية مع الزميلة كريمة مايتي. شكرا جزيلا لك زميلي العربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. انتقل إلى رحمة الله اليوم عبد الرحمن بن خالفة المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 72 عاما بعد معاناة مع المرض. وبهذا المصاب الجلل بعث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية جاء فيها: تلقيت بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له بإذن الله وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي الدكتور عبد الرحمن بن خالفة. ندعو الله تعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته في يوم مبارك وشهر مبارك، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. وكان الراحل قد عين نهاية أفريل 2020 كمبعوث خاص للاتحاد الإفريقي باقتراح من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. جثمان الفقيد يوارى ثرى بعد عصر اليوم بمقبرة دال إبراهيم بالجزائر العاصمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أسباب تمديد أجل إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان القادم إلى العدد الكبير للملفات وتجنب التسرع في دراساتها، مؤكدا أن التمديد لن يؤثر على توازنات الاقتراع المسطرة مسبقا. تم سحب 1813 ملف من قبل 53 حزب معتمد، هذا السحب ده، و 3575 ملف في إطار القوائم الحرة، هذا اللي تم سحبه. الناس يراي صرحت بأنها تدخل في المنافسة. لحد اليوم يعني تم إيداع بالنسبة لداخل الوطن 747 ملف عبر 58 ولاية، منها 22 الأحزاب السياسية و 265 قائمة مستقلة. في الخارج تم إيداع 15 ملف للترشح من قبل 9 أحزاب. في نشاط الحزب، يعتبر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أمس من العلم بالضيف أن محطة الانتخابات المقبلة تعد فرصة للتغيير والعمل نحو بناء جزائر المؤسسات، داعيا إلى مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبلة. إن صناع الفتن في هذا الوطن يريدون تكسير شعار جيش الشعب خاوة من خلال توسيع مشاريع تمزيق اللحمة بين المواطن وبين الإمام، بين المواطن وبين المسجد، بين المواطن وبين الشرطي، بين المواطن وبين عون الحماية المدنية، بين المواطن وبين المواطن وبين الجمرك الذين كانوا دوما جنبا إلى جنب في هذا الوطن. إننا على يقين أنه لا أحد يمكنه اليوم المساس بهذه اللحمة المتشابكة بين الشعب وجيشه، بين الشعب ومؤسساته الجمهورية. إن الانتخابات القادمة أيها الإخوة فرصة حقيقية للتحول من حراك الشوارع إلى حراك المؤسسات، من الحراك الأصيل الذي حقق المطالب ولا زال يتطلع لتحقيق المطالب داخل مؤسسات الجمهورية، وليس إلى الحراك الدخيل. إننا نتطلع لفرض التغيير
عبر الإصلاحات التي سيقرها البرلمان القادم إذا كان يمثل إرادة هذا الشعب الجزائري. دوليا، في الملف الصحراوي، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوة الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسب البيان العسكري رقم 62/100 صادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية. في سياق آخر، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن صحة الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي لا تدعو القلق، وأنه يتماثل للشفاء، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا. وسط إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة تشاديا جامينة، شيعت اليوم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي قتل الاثنين الماضي إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمشاركة 11 زعيما من مختلف بلدان العالم. في الملف الفلسطيني، سلسلة اعتقالات قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم طالت 50 شابا في القدس الشرقية المحتلة خلال محاولتهم التصدي لعصابات المستوطنين. وقد أدت مواجهات أمس إلى اعتقال عدد من المواطنين وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم نساء وأطفال. هذا وشدد الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من إجراءاته العسكرية في محيط القدس المحتلة لمنع المئات من الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك. وصلنا إلى ختام هذا الموجز الإخباري، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل معكم مشاهدينا الكرام محطات الظاهرة الوجهة الآن للحديث عن أجواء الشهر الفضيل. منطقة أولاد يوسف الواقعة بأعالي ولاية تلمسان عانى سكانها الأمرين على غرار المناطق المجاورة، خصوصا خلال العشرية السوداء، لكنها اليوم تحولت إلى منطقة تجارية بامتياز يأتيها المواطنون من كل أنحاء الولاية، لبل من كل حدب وصوب، لاقتناء الخبز التقليدي وكل غذاء طبيعي لتزيين موائد رمضان. محمد سلمي. وأنت تدخل قرى بني ورنيد بأعالي تلمسان، تجتمع عبق الأصالة بين أناس كرام تعودوا على كسب قوتهم من بيع خبز الدار الذي تعده عائلة مدني يوسفي عن طريق الفرينة. نعم بكري احنا نطيبوا بها ناكلوا بها وهذه، واليوم أراها الناس ولا تعرف خبز الفرينة وطلع على خبز الفرينة نرى نرسقوا منها. هذه التقاليد من اللي كانت من بكري حينها كما اللي كانت بكري، وما زالت الحمد لله الناس راه طلعت عود تحوس كل رمضان وكل يوم بريس كل يوم كل يوم هكا نيا، وفي رمضان كيما وفي رمضان كثره في رمضان كيما هكا الناس تجي من بعيد يجوا من البلاد، يجوا كالي جاوا من بنيصاف كالي جاوا من الغزوات كالي جاوا من الرمشيه كان يبغوا يطلعوا هنايا. منطقه كيما نقولوا اروع ما يكون، منطقه جبليه مليحه شباب شباب بزاف، اللي يبغي يجي يشوف هنا ويشري الخبز ولا حتى ما عندهاش يمدوا له. ما شاء الله الناس كرامه، احنا نجوا هنا ندوا كل الخير، الزيتون ندوا البن ندوا بلاد الخير بلاد الخير ما شاء الله. هنا الدار التاليه تبارك الله تعيل الباب تدخل تاكل، هي غير الفرينه شم غير ريحتها تفكرك بالجدود، ولا اني غلط بالجدود ما شاء الله، وبلادنا حيه وتبقى حيه غير من الجد للجد. وما عائله مدني يوسف الا عينه عما يقوم به ساكنه قريه ولاد يوسف من نشاطات تجاريه تتماشى مع طبيعه المنطقه. هذه التجاره حنايا تعاملنا بها بكري، انا روحي راه عندي 12 عام ولا 13 عام خدمه فيها، وكاين كاين خبز اللبن الحليب الزيتون الحب حب الملوك فيه، وكيجي وقتها يجي من كل بلاصه يدوا علينا، والناس بكري كانت منا تهود البلاد، واليوم الشعب من البلاد راه يطلع عندنا حنايا.
هذا نتقبلته منها ومنها نبين الناس باللي مازال شادين في العادات والتقاليد تاعهم. هنا تجد كل ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين بطعم الريف. فسحر مائدة رمضان عند العائلات التلمسانية والمناطق المجاورة خبز الفرينة ولبن طازج يتم اقتناؤه يوميا من قرية أولاد يوسف. أنا منطقة عين عشر ولاية دائرة الحناية وجينا هنا للمخروش هي الآخر سواحين كما نقولوا نحوسوا وكل عام عندنا هذه الرحلة كما هاك نشريوا الخبز نشريوا الزيتون نشريوا الحليب نشريوا اللبن ما شاء الله روعة. هذه المنطقة ما شاء الله ومالها ما شاء الله ومالها كافحوا وقعدوا هنا البلاد ما بدلوا أي بلاصة. أنا من ولاية تلمسان بلدية ستوان نجي نقتني الخبز هنا وجميع المأكولات تاع رمضان الحمد لله وبلاصة منطقة سياحية تبارك الله كل بلاصة يجيوها ما شاء الله كل خير كاين قال لي تحوس عليه تصيبه هنا. شكرا رمضان نطلعوا في هذه الوقيتة أخي قرب المغرب بعد نص ساعة نجيو هنا ناكلوا الخبز فري زيتون حليبة لبينة خير ربي الله يكثر الخير. هذه المنطقة تاع المفروش عندنا عادة أنا ملي ناقل راسي ملي زاديت من 2004 وأنا نجي لهنايا عندهم واحد الخبز ما شاء الله يديروه في الفرينة كل ما تكون شفت الطابلة الخبز تاع المفروش طابلة تحس بلي ناقصة. ماذا بينا هذا الخبز يبقى تاع التقاليد تاع بكري وتبقى الثقافة عامة للخبز سيرتو الخبز والخبز ما نضيعوش بزاف هاني جيت دي خبزة ما نديش 10. قرى بني ورنيد النموذج الحي لساكنة تشبث بمداشرهم بالرغم من عواصف الماضي التي عرفتها منطقتهم مراهنين على استحداث الثروة بها بدل النزوح نحو المدينة. في ظاهرة أيضا مشاهدينا الكرام طائفة من الأخبار الاقتصادية تسحبنا فيها اليوم الزميلة رافية تشاتشي أقول. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. بداية سيتم الشروع في إعادة تأهيل 30 منطقة صناعية على المستوى الوطني منها 15 في مرحلة أولية وذلك باللجوء إلى إمكانيات وطنية بحتة من مادة أولية ووسائل إنجاز بهدف تحسين مردودية الشركات المتواجدة ضمن هذه المناطق الصناعية. تجدر الإشارة إلى أن الحظيرة الوطنية للمناطق الصناعية تتكون من 113 منطقة صناعية منها 63 منطقة صناعية قديمة و50 جديدة تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 26763 هكتار. في القطاع الفلاحي يتوقع أن تبلغ محاصيل ولاية خنشلة من الحبوب بمختلف أنواعها 1,500,000 قنطار خلال حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري وسيقارب إنتاج القمح الصلب 800,000 قنطار أي بنسبة تفوق 50% من الإنتاج الكلي المتوقع خلال الموسم الحالي في الوقت الذي يتوزع الإنتاج المتوقع في باقي أنواع الحبوب الأخرى على 150,000 قنطار قمح و550,000 قنطار من الشعير مع إمكانية تجاوز الإنتاج الكلي في كافة أصناف الحبوب التوقعات المرسومة. إنتاج الزيوت الطبيعية مجال يعرف انتعاشا في ولاية تبسة فهي صناعة هامة يمكن أن تصنع الفارق في مجال الاستثمار خاصة إذا أقبل عليها الشباب. أكثر تفاصيل مع من العبديش. وفرة الأعشاب والنباتات بمختلف أنواعها في ولاية تبسة حفز السيد أحمد على ولوج عالم إنتاج الزيوت النباتية على غرار تلك التي تستعمل في العلاج التغذية وحتى التجميل. بالنسبة لتبسة عندها ثروة كبيرة موجودة على مستوى هذه هو الكليل والشيا. نحن استغلينا هذه الثروة باش ننتجو منها هذا المنتوج هذا اللي راه مطلوب
في الخارج اكثر حتى من الداخل اللي هو المخابر. ونحن ان شاء الله رانا مشينا فيه وكنا او كنا في ولايه تبسه حوالي 2 ودرك ما وصلنا 12 من المؤسسه اللي تصنع في الزيوت هذه. ولأن فوائد إنتاج الزيوت عديدة، يسعى المجلس المهني المشترك للنباتات الطبية والعطرية للتعريف بها أكثر وجذب الشباب لهذا المجال من خلال برمجة دورات تكوينية. درنا اتفاقية مع المركز التكوين الحمامات باش يكونوا هذم الأولاد لمدة 3 شهور، ورغم كنا خايفين ما يسجلوش والحمد لله وصلنا 60 طالب. هذا الميدان دخلناه عن حب، وماذا بينا نستزيدوا، يعني ما نستصغروش ولا نحقروا أي دورة مهما تكون، قادر يستفيد منها الإنسان استفادة ما يقدرش يستفيدها يعني من أكبر مبالك الكليات. نستحسنها ونتمنوا أنه العملية هذه تكون في كل الولايات حتى نرجع للطبيعة، ما نعتمدوش غير على البترول. ومن الاهتمام بمجال إنتاج الزيوت يعد خطوة إيجابية يمكن لها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الإقبال عليها يعرف ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة. أكد إسماعيل شعلال رئيس قسم الاستغلال والنشاط التجاري بين بنك الوطني الجزائري، أكد أن البنك دخل مرحلة الرقمنة وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني دون لمسة. عملنا قبل شهر يعني يوم 18 مارس المنصرم إطلقنا خدمة الموبايل بايمنت، وهي خدمة وين باي بيانا، وين يعني لأول مرة تطرح خدمة على مستوى كل البنوك سواء الخاصة أو العمومية، وهي خدمة يعني تعتمد على الدفع عن طريق رمز الإجابة السريع كيور كود. يعني حبيت نقول لك باللي احنا ماشيين في مجال الرقمنة، في مجال عصرة الخدمات. مصرفيا دائما، نظم بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوهران أبوابا مفتوحة للتعريف بخدماته المصرفية، لا سيما تلك المتعلقة بآليات الدفع الإلكتروني والحسابات المجانية ومختلف القروض الممنوحة للمستثمرين والفلاحين. المتابعة أقول لخير أبو طلب. أطلق بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوهران خدمات مصرفية للمواطنين الخاصة بفتح الحسابات البنكية والحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني. دار حاجة مليحة للمواطن اللي إمكانياته محدودة، وهممتو يعطوه كارت تسهيل جراتوي خلص بها ديفا من داره بالإنترنت بالحانوت جارو، حياة تطورت ماناش كيما بكري دي بلاسي ودي لاشير. حاجة مليحة بور موا بور تو الموند. دخلت صدفة قدموا لي بعض التسهيلات اللي من بينها أنهم يفتحوا لي حساب، هذا الحساب يبقى الراتب تاعي مباشرة يتحول مباشرة للبنك الفلاحة ويعطوني فيه كذلك لاكارت. هذا وقد نظم بنك الفلاحة أبواب مفتوحة لتعريف المواطنين عن كيفية الحصول على مختلف قروضه البنكية. البنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي قرر الاندراج في سياسة التعريف بالخدمات المصرفية، وكذا القروض الممنوحة أو التي يمكن أن يستفيد منها المواطن الجزائري في شتى أنواع المجالات سواء المجال الفلاحي المجال البحري فيما يتعلق طبعا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية. ستتواصل فعاليات الأبواب المفتوحة إلى غاية نهاية الأسبوع للتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك. سجلت مؤسسة ميناء عنابة ارتفاعا في مستوى الصادرات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة حسب المدير العام للمؤسسة المينائية، مضيفا أن حجم الصادرات بلغ خلال 3 أشهر الأولى من السنة الجارية 627,319 طنا مقابل 556,857 طنا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعود هذا التوجه التصاعدي لحجم الصادرات بميناء عنابة إلى الجهود المبذولة لترقية الصادرات خارج المحروقات وتحسين الخدمة للمتعاملين الاقتصاديين. دوليا، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة المناخ التي احتضنتها واشنطن عن بعد، تعهد استعداد بلاده لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 50% بحلول العام 2030. وبعد هذا التعهد ويعد هذا التعهد أحد أهم معالم خطة بايدن الأوسع لإزالة الكربون بالكامل بحلول العام 2050، وهي أجندة يقول إنها ستوفر
ملايين الوظائف والأجور العالية، لكنها تحتاج استثمارا في بنى تحتية بتكلفة تريليوني أقول دولار. إلى أو وضعت الصين خطة تطوير لقطاع تصنيع للفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 بهدف تحسين قدرات الابتكار في هذا المجال. وتتركز الخطة على عدد من المجالات الرئيسية وهي القاعدة الصناعية والابتكار العلمي والتكنولوجي وكذلك الصناعات الأساسية بما المعدات التقنية والمواد الخام. كما ستسرع بكين في تحسين القدرة على الابتكار في التصنيع والرفع من تحديث سلاسل الصناعة. في تعاملات سوق النفط اليوم ارتفعت الأسعار مدعومة بآمال التعافي على الطلب، وبلغ سعر خام البرنت 65 دولارا فاصل 82 سنتا مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.6%. أما المعدن النفيس فقد سجل استقرارا في الأسعار اليوم مع توقعات بالارتفاع، ليسجل المعدن الأصفر قيمة 1783 دولارا فاصل 28 سنتا للأوقية. وفي الختام وكالعادة مشاهدينا إطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام أخبارنا الاقتصادية، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، صحفتكم وإلى اللقاء. شكرا للزميلة راضية تشاتشي. إطلالتنا التنموية اليوم نبدأها من ولاية الجلفة أقول، إذ تعد منطقة ود مبارك ببلدية بنهار نموذجا حقيقيا ورهانا تجسد على أرض الواقع الفلاحي، حيث أضحت هذه المنطقة أرضا فلاحية خصبة تنتج العديد من المنتوجات والأشجار المثمرة. وبالرغم من كل هذا إلا أن مشكل المسالك الريفية والطرق أضحى هاجسا وعائقا أمام الفلاحين. محمد شوقي بونيف. منطقة واد مبارك ببلدية بنهار ولاية الجلفة واحدة من أهم المناطق الفلاحية بالجزائر، إذ تتربع على مساحة شاسعة صالحة لجميع المنتوجات خاصة الأشجار المثمرة. والحاج عيسى استثمر وأعطى جل وقته للفلاحة، لكن مشكل الطريق أرق وأثقل كاهله. عندنا الزيتون، عندنا المشماش، عندنا تربية المواشي، فلاحة ناجحة بامتياز ومنطقة فلاحية كاع كبلدية بنهار ككل. احنا وكان يفكونا العزلة ماذا بينا احنا، يلا التنمية بلا طريق ماهيش تنمية. احنا هذوك الناس راه تعاني من الطرق. تسجيل عدة برامج تنموية لهذه المنطقة الفلاحية بفك العزلة عنهم وأيضا لدعم الفلاحين لتحقيق مردود وافر ومنتوج جيد، خاصة المسالك الفلاحية التي تعد الانشغال الأول للفلاحين. في هذه المنطقة بالذات الطريق اللي هو حقيقة مهم بالنسبة للفلاحين، سجلنا حوالي 12 كيلومتر وهي مسجلة على كل حال في مناطق الظل، وإن شاء الله راهي على مستوى الولاية. فالفلاحة ببلدية بنهار بولاية الجلفة واحدة من أهم القطاعات التي توليها الدولة أهمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وأيضا لدعم الولايات المجاورة لها بمختلف المنتوجات الفلاحية. من روافد النشاط الخيري التابع لمديرية شؤون الدينية والأوقاف بولاية بجاية مكتب سبل الخيرات الذي يسعى لرفع الغبن عن الفقراء والمعوزين طيلة أيام السنة، كما يكثف هذا المكتب من نشاطاته خلال الشهر الكريم الفضيل المبارك. سعيد حمزة نذير.
أبواب مكتب سبل الخيرات مفتوحة للمحسنين المتبرعين بمختلف الصدقات من أدوية وألبسة وتقديم الخدمات للمعوزين بمشاركة أطباء ومختصين قانونيين. يوميا نستقبل الأدوية من طرف المواطنين، يجيونا المحتاجين والمعوزين بالوصفات الطبية، حنا بقدر الإمكان نلبي الطلبات هذو. نستقبلوا الألبسة هذه، نستقبلوها من عند الرجال، من عند النساء، من عند الدراري الصغار. حنا نطلبوها، نشرطوا عليهم يعطيوها لنا نظيفة ومطوية ونزيدوا نعاودوا نطفوها حنا. نشاط المتطوعين مستمر طوال أيام السنة، غير أن روح التكافل والتضامن خلال الشهر الفضيل تفرض عليهم مضاعفة الجهود. ضمن العملية خلال هذا الشهر إن شاء الله نوصل إلى 5000 6000 طرد غذائي إن شاء الله، مع اللحوم والدواجن أيضا، يعني في حينها ستوزع بإذن الله. فتحنا فروعا لمجلس سبل الخيرات في عديد الدوائر كخراطة وأقبو والقصر وسوق الاثنين، إلى جانب فتح فروع أخرى في مساجد وهي فروع فرعية عن هذه الفروع الرئيسية. ونحن هدفنا المستطرف في رمضان قرابة 1000 قفة على مراحل 3، وسيتواصل العمل إلى ما بعد رمضان، سيليه بعد ذلك بإذن الله سبحانه عز وجل أضحية العيد، وبعدها سنوجه جهودنا إلى تحديد الفقراء وحاجاتهم لتكون المساعدات تصل إليهم دوريا شهريا أو كل أسبوع أو كل 15 يوم حسب ما يفرضه البرنامج المستطر في فرعنا. احنا هاد السنة إن شاء الله نوفايسيو ماكسيموم نديرو بارابور العام اللي فات. اون اكتيرمون دوك اون انسكري 1000 بيرسون، اون انسكري 1000 بيرسون دوك لا بريباراسيون، اون بريباري 200 بار بور المومون. العام اللي فات اون سورتي خرجنا منا لي دون 2800 بار اللي خرجنا، وان شاء الله نطلبوا في الناس المحسنين ان شاء الله يزيد صدر يعطيونا ان كود ما ان شاء الله باذن الله، بالك نخرجوا خير العام اللي فات ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله برب العالمين. التنسيق الأمثل بين جميع الناشطين واحد من أهم ركائز العمل الخيري. تشهد تجارة المصاحف والكتب الدينية انتعاشا كبيرا خلال شهر رمضان بولاية بشار، وذلك لتزايد اهتمام القراء بهذا النوع من الكتب والذي يتماشى طبعا وخصوصيات الشهر الفضيل. التفاصيل مع من العرش. يتزايد اهتمام القراء خلال الشهر الفضيل على اقتناء المصاحف والكتب الدينية بمختلف أنواعها ومضامينها كفرصة هادفة للتعمق في أمور الدين والدنيا، وكذا تعزيز روابطهم الروحانية بهذه العبادة. الإنسان دائما يربط شهر رمضان بالعبادة، فيحاول أن يجدد توبته، يحاول أن يعرف أمور دينه باقتناء بعض الكتب لكي يصحح صومه، كي يصحح أمور بعض أمور الخاصة بعباداته. فرصة في رمضان الناس تبغى يتطور من ذاتها، كي اللي يحوس يصحح مفاهيم عنده في الدين، الناس تحوس تبحث أكثر كين الوقت. يختار تجار المكاتب كل ما يلبي حاجيات زبائنهم وبعناية تامة تتوالم مع خصوصيات هذا الشهر المبارك وبأسعار تختلف عن الأيام العادية. يتم الإقبال إما على الكتب القرآن الكريم أو التفسير في مختلف المذاهب الأربعة. الأسعار في هذا الشهر تنافسية مقارنة بالأيام العادية، تنافسية بمعنى يتم تخفيض الأسعار باعتباره شهر الرحمة وشهر المودة والتألف وزيادة الإقبال على هذه الكتب. يبقى خير جليس في كل زمان ومكان الكتاب. على مدار 5 ليال رمضانية تحتضن الطارف الأيام الوطنية للمديح والإنشاد. المشاركة كانت محلية ومن فرق وطنية أيضا لتنشيط السهرات الرمضانية. التغطية لرضا تبرمسي. استمتع جمهور الطارف بوصلات إنشادية وأخرى للمديح في إطار الطبعة الثانية للأيام الوطنية للمديح والإنشاد إحياء للسهرات الرمضانية. نحن جمعية مديح ديني ذكارة وطورات هذه مجدودنا، ونحن قاعدين نعلمه في الشباب في الطورات يعني هذه، والحمد لله.
الإنشاد حاليا يعني وصل إلى مستوى أن الناس تستمتع لسماعه وتطلب نشاطاته لكي يحضرونها. مميز في هذه الطبعة هو اختلاف الطبوع والألوان المقدمة، ناهيك عن فتحه على عديد بلدية الطرف وفضاءاتها الثقافية. هذه الطبعة الثانية هي طبعة تعرف مشاركة العديد من الفرق الإنشادية من خارج ولاية الطرف على غير عنابة سكهرة سكيلة، بالإضافة إلى فرق محلية من داخل ولاية الطرف. حاولنا من خلال هذه التظاهرة إبراز أهمية المولد الثقافي. هو فضاء ليلي رمضاني تزدان به الطارف لتحافظ على وهج الطبعة الأولى، خاصة وأن الإقبال على المديح والإنشاد بدأ يعرف وتيرة متصاعدة. فقرة زوم في الظهيرة نذهب فيها إلى مسعد جنوب ولاية الجلفة، ومن الحرف الأصلية التي تشتهر بها المنطقة جنوب الولاية صناعة الجلود التقليدية. بدر الدين العايب أحد الحرفيين المتمسكين بحرفة الأجداد بالمنطقة يعرفنا عليها الزميل عبد النور بعوس. في هذا الدكان الصغير يعمل الحرفي بدر الدين بأنامله الإبداعية، صنع أشكالا من أحذية جلدية وبجودة عالية، إضافة إلى حقائب ومحافظ يدوية وتحف متنوعة. عندنا عدة منتوجات والحمد لله يا ربي رانا مازال متمسكين بالحرفة هذه وعاطين لها شعلة جديدة باش نعودوا بالنهوض بالصناعة التقليدية. أول حاجة ماذا بينا يعود دعم مادي ومعنوي. الفترة العتيقة الحمام نفسه كان يسمى بهذه المدينة. نحن حاليا نقول حمام مرحومين أو حمام مسقوطين أو حمام دباخ، وقت ذاك كان يسمى بأكوا تيبلي تناي، حمام تيبليس. هذه نحن أمام المدخل الرسمي الرئيسي لعنونة. أين يوصلنا المدخل؟ يوصلنا إلى الشارع الرئيسي يسمى بالشارع الكبير لا غراند رو. سنلاحظ في هذا الشارع أن البلاط لا زال أصليا كما كان عليه في الأول، نفس البلاط لم يتغير. سنشاهد كيف هو مصفف مرتب، يعني موضوع بزاوية قائمة، أنه ما يوجد على اليمين ينطلق في صفوف متوازية ويقابله الآخر، والتقاطع يكون بزوايا. كان تبليس اهتموا ككل الرومان، اهتموا كثير بالماء الساخن واستفادوا به واستغلوه. الحمامات كانت من المشهد اليومي المعهود، بالإضافة إلى الحمامات الموجودة هنا داخل المدينة، ويبدو أنها متواضعة لأن المدينة عموماً وإن كان لم نجد كل ما فيها من منشآت يبدو أنها بالمقارنة إلى قلمة تقل منشآت ثقافية اجتماعية. ولا ننكر يعني ننكر دورها في هذا الميدان، لكن نقول أن الحمامات كانت محدودة إلى حد ما، لكن استغلوا الحمام المعدني الطبيعي اللي قلنا سمي عليها باسمها هي.
آخر محطة في الظهيرة مشاهدينا الكرام كالعادة رياضية يسحبنا فيها اليوم الزميل بلال بوزيدي بعد هذا الفاصل. بلال مساء الخير. مساء الخير العربي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الرياضية. بداية ضمنت كل من المبارزتين كوثر محمد بالكبير وكذا محمد مباركي تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو في اختصاص سيف الحسام والشيش على التوالي، وذلك خلال الدورة الدولية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الجارية وقعها بالعاصمة المصرية القاهرة. وتغلبت بالكبير في النهائي على النيجيريا ب 15 مقابل 13 نقطة، فيما فازت مباركي في المرحلة النهائية على نظيرتها المغربية ب 15 مقابل 10 نقاط حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للمبارزة على موقعها الرسمي. في موضوع آخر، وبعد إلغاء نتائج الجمعية العامة الانتخابية لرياضة كرة السلة بسبب الخروقات التي عرفت الأشغال، وبقرار من اللجنة الوزارية ستعقد الاتحادية الجزائرية لذات اللعبة جمعية عامة انتخابية أخرى غدا بحول الله. تفاصيل أكثر مع نسر الشبط. الجميع يريد من الجميع رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، ومع ذلك مترشح واحد وطعون ثمانية على مستوى الوزارة الوصية عنوانها تلاعب بالتصويت في آخر جمعية انتخابية أفضت إلى استمرار رابح بوعرفي إلى حين. مع وقف التنفيذ، رئيسها القديم والجديد بلغة الواثق رد إجابا على قرار إعادة الجمعية الانتخابية. حسب الأقوال يقولوا بلي كان فيه طعون، وأنا كنت عطيت للحجج وعطيت لزرقي مونديالي بلي طعون هذيك ما عندهاش حتى أثر على الانتخابات، لكن بما أن اللجنة الوطنية صدرت قرار احنا نحترموا القرار هذاك وحبوا نعودوا الانتخابات. قلنا لهم احنا مستعد، انا مستعد باش نعود الانتخابات، وانا ما ندير حتى طعن ولا شيء. احنا هضرت ونعاود بلي ان الانتخابات الشرعيه تؤخذ من في الصندوق، مش بالكلام ولا بتدخلات تاع بعض المترشحين. بعض المترشحين نهار كامل هما يدوروا في الوزاره. وفي وقت حسمت عديد الاتحادات مستقبلها، يبقى راهن البرتقالية الجزائرية مفتوحا على كل الاحتمالات قبل الجمعية المنتظرة هذا السبت وبعدها، في انتظار الفصل في بداية البطولة الوطنية وقادم المواعيد. في أخبار كرة القدم، لا تزال قضية مولودية الجزائر تصنع الحدث في الوسط الكروي، حيث تسعى الإدارة لاحتواء أزمة مرحلة الفراغ التي دخلها الفريق منذ عدة جولات. التخبط في دوامة المشاكل يبدو أنه أصبح عادة راسخة في بيت مولودية الجزائر، أعرق الأندية الجزائرية وأكثرها شعبية، والذي يحضر للاحتفال بعد أقل من 4 أشهر بالذكرى المئوية لتأسيسه بصورة كان يأمل عشاقه أن تليق بحجمه وتاريخه، خاصة بعد بداية موسم مثالية ب8 جولات دون خسارة وتأهله إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا. ساعد في ذلك استقرار الإدارة والطاقم الفني، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فبعدما ظن الجميع أن المولودية ستكون منافسا شرسا على اللقب في موسم المئوية بعد فوزه على المتصدر وفاق سطيف بملعب 8 ماي، الأمور تنقلب رأسا على عقب، والفريق يدخل مرحلة فراغ بدءا بالتعادل داخل الديار بشق الأنفس أمام أمل عين مليلة، ثم تسجيل أول خسارة بتلمسان، لتتوالى التعثرات بين تعادل وخسارة أمام بسكرة والثورة، مما أدى إلى إقالة المدرب نبيل نغيز وتعويضه بعبد القادر عمراني ولطفي عمروش. لكن نتائج المولودية لم تتحسن، بل استمر التقهقر في النتائج والأداء ببلوغ 7 مباريات دون فوز في البطولة، لتتراجع إلى المركز 11 وإن تأهلت بشق الأنفس إلى ربع نهائي رابطة الأبطال.
سوء النتائج والأداء عجل برحيل عمراني وعمروش. بعدها بأيام عبد الناصر الماس يقدم استقالته من رئاسة مجلس الإدارة ليجد الفريق نفسه دون مدرب ودون رئيس. وضعية دفعت عشاق المولودية للاحتجاج رفضا لضبابية المشهد في موسم كان يفترض أنه استثنائي. في موضوع آخر، حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تاريخ الجمعة 30 من شهر أفريل الجاري بداية من الساعة 9:30 ليلا موعدا لإجراء أول اجتماع لأعضاء المكتب الفيدرالي الجديد في مبنى دال إبراهيم وفقا لما أفاد به بيان الفاف. وسيتم على ضوء هذا الاجتماع توزيع المهام بصفة رسمية بين أعضاء المكتب الفيدرالي من طرف الرئيس الجديد شرف الدين عمار. سلطت لجنة العقوبات التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة شهر نافذ في حق مدرب أولمبي شلف مزيان إغيل مع غرامة مالية قدرت ب 100,000 دينار بسبب خلافه مع الرسميين في مباراة فريقه والمضيف أولمبي مدية، فيما عاقبت اللجنة ذاتها لاعب أولمبي شلف حسن بن جرينا بالإيقاف لأربع مقابلات مع غرامة مالية قدرت ب40,000 دينار على خلفية طرده. العقوبة ذاتها سلطت على لاعبي جمعية عين مليلة خلف الله بن لحول وإبراهيم بن زازة بسبب الاحتجاجات على قرارات الحكم مصطفى غربال. في موضوع آخر وفي أخبارنا القارية، تسحب قرعة كأس العرب 2021 يوم 27 من شهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف الاتحاد القطري المحلي للعبة وكذا الدولي. وأكد لحد الآن 22 منتخبا عربيا مشاركتهم في هذه البطولة العربية المقررة من الفاتح ديسمبر إلى 18 من الشهر ذاته، والتي تعد بمثابة مرحلة تحضيرية قبيل انطلاق المونديال. قاريا دائما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر بيان رسمي له أن الأندية أو ممثلي الأندية التي تأهلت للدور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لن تكون معنية بحضور مراسم القرعة، وذلك عبر البيان الذي نشره الاتحاد الإفريقي. وأكد أن القرعة التي ستجرى يوم 30 من شهر أفريل لا يمكن لممثلي النوادي أن يكونوا حاضرين بسبب تفشي وباء كورونا. دائما إفريقيا، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراة ربع النهائي في رابطة أبطال إفريقيا من دون حضور الجماهير، وذلك في ظل انتشار معدل إصابات فيروس كورونا بقوة. وكانت الفترة الماضية شهدت اقتراحات داخل الكاف بشأن إمكانية عودة الجماهير من جديد في البطولة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، ولكن ارتفاع إصابات فيروس كورونا أدى إلى رفض الفكرة بشكل كامل. في أخبار المحترفين في أخبار المحترفين، اختار النجم الجزائري أوندي ديلور مدربه مع المنتخب الوطني جمال بن ماضي كأفضل من تعامل معه في مشواره الكروي، وذلك بالرغم من أن تجربته مع جمال بن ماضي لم تتجاوز بضع المعسكرات التدريبية خلال السنتين الماضيتين. وفي ظهور إعلامي له على موقع كومبيني سبور الفرنسي، اعتبر ديلور نفسه محظوظا ويعيش تجربة ناجحة مع المنتخب الجزائري الذي توج معه بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفضل المدرب جمال بن ماضي الذي أعطى له فرصة لا تعوض. والآن نذهب مشاهدينا الكرام لنقدم لكم برنامج الجولة 13 من القسم الثاني هوات، والتي ستعرف مباريات قوية نستعرضها مع إسماعيل ميلودي. من رابطة الهواة لكرة القدم ستكون معطياتها جد صعبة على متصدري المجموعات الثلاث.
بالشرقية الجزائري الرائد اتحاد عنابة وإن كان سيستفيد من أفضلية الميدان إلا أن المنافس سيكون صعبا ترويضه. ولودية قسنطين الذي يتقاسم مع هلال شلغوم العيد المركز الثالث ب 22 نقطة. الصدام سيكون في نفس المجموعة أيضا ساخنا بين اتحاد الشاوية ولودية باتنا وشباب باتنا دفاع تجنات. بالوسط متصدر الترتيب ب 24 نقطة أمل الأربعاء تقوده مأمورية معقدة إلى الأخضرية لمواجهة الاتحاد المحلي الذي يعيش فترة استقرار ونشوة العودة بنقطة ثمينة من بني ثور الأسبوع الماضي، فيما قد يكون الطلاق بين وصيفي الترتيب المولودية والشبيبة الجويتين، كون المولودية تستقبل رائد القبة فيما تتنقل الشبيبة إلى البليدة. أما نجم بن عكنون اتحاد الحراش يستقبلان على التوالي شباب بني ثور وأمل بوسعادة. في المجموعة الغربية جمعية وهران تطمح للحفاظ على مركز الرياض عندما تستضيف بملعبها خامس الترتيب شبيبة تيارت، مباراة سيترقبها شباب واتسلي وبمدربه الجديد سعيد حموش، حيث يستقبل مولودية سعيدة وعينه على الصدارة في حالة فوزه وتعثر الرائد كون الفارق لا يتعدى النقطتين. أبرز اللقاءات أيضا تلك التي تجمع شباب عين تيموشنت اتحاد الكرمة وجيل عين الدفلة شباب ودرهيو. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الجولة الرياضية في أمني، لا عودة إليك العرض. شكرا لك بلال، وبالرياضة نكون قد وصلنا أيضا إلى ختام هذا العدد من الظهيرة. نلقاكم بخير، رمضان كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.